قال أبو بكر: رأيت أبا الحكم وهو سيار، قال: رأيته خارج المسجد عند بابه يستاك وقاص يقص في المسجد. فقيل له: ألا تخشى أن يراك الناس عند باب المسجد وهؤلاء يذكرون الله عز وجل؟ فقال رحمه الله: أنا خير مما هم فيه، أنا في سنة وهي سنة الاستياك، وهم في بدعة.